تاريخ اليهود في إيران يمثل فصلاً ثرياً ومعقداً في المحنة التاريخية لهذه الدولة الشاسعة. على مدى العصور شكلت الجالية اليهودية جزءاً لا يتجزأ من الطيف الثقافي والاجتماعي لإيران، حيث تمتزج مساهماتهم بشكل لا يمكن إنكاره مع تحولات المجتمع الإيراني. وتعود جذور تواجد اليهود في إيران إلى العصور القديمة، مع فترات تأثير قوي في الفترة الأخمينية والحضارة الفارسية، ويشير تاريخهم إلى رحلة طويلة من التأقلم والتكامل في النسيج الاجتماعي الإيراني، بدءاً من الفترة الإسلامية حين كان لهم دوراً بارزاً في مختلف المجالات. وفي ظل الدولة الصفوية خاضت الجالية اليهودية تجارباً متباينة، حيث شهدت بعض فترات التسامح والازدهار الثقافي، بينما عاشت فتراتاً أخرى من التقلبات والاضطهاد. وتجسد العلاقة بين اليهود والحكومة الصفوية التوازن الهش بين التسامح والقيود. وفي العصور الحديثة شكلت الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 تحولاً حاسماً في حياة اليهود، مع مواجهتهم لتحديات جديدة وتغيرات هامة في السياق الاجتماعي والسياسي. ويتسم تاريخ اليهود في إيران بتنوعه وتعدده، حيث تظهر المساهمات اليهودية بوضوح في ميدان التجارة والعلوم والثقافة. تابعوا معنا رحلة استكشاف تاريخ اليهود في إيران، لذا كونوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بداية تاريخ اليهود في إيران تعكس أحداثاً ذات أهمية تاريخية عظيمة، حيث امتدت أصول هذه الجالية الدينية في هذه الأرض إلى العصور التوراتية المتأخرة. ويعتبر سفر عزرا في الكتاب المقدس إشارة حية إلى عودة اليهود إلى القدس وإعادة بناء هيكلهم، حيث سمح الملوك الفارسيين لهم بالعودة والاستقرار في بلاد فارس. وهذا الحدث الكبير في نهاية القرن السادس قبل الميلاد أسهم بشكل كبير في تشكيل هوية الجالية اليهودية في إيران. ويمتد تاريخ اليهود في إيران لأكثر من 2700 عام، بدءاً من الشتات اليهودي الأول والذي أعقب غزو الملك الآشوري شلمنصر الخامس لمملكة إسرائيل في القرن الثامن قبل الميلاد. واستقبلت بلاد فارس اليهود الذين هاجروا إليها بعد الغزو وعاشوا فيها في مجتمعاتهم الخاصة. وكان لليهود دوراً هام في العصور القديمة والوسطى في مختلف المجالات مثل التجارة والعلوم. رغم التحولات السياسية والاجتماعية استمرت الجالية اليهودية في إيران في الاحتفاظ بهويتها الدينية والثقافية، حيث عاشت بسلام مع المجتمعات المحيطة خلال فترات الإمبراطورية الفارسية. ويعتقد أن اليهود شكلوا نسبة كبيرة من السكان. وفي العصور الحديثة ومع تأسيس الدولة الإسلامية في إيران تعرضت الجالية اليهودية لتحديات جديدة. ولقد توارثت السجلات التاريخية في الكتاب المقدس قصة المملكة الشمالية أو مملكة إسرائيل كواحدة من الفصول الهامة في تاريخ الشعب اليهودي، بداية من الانقسام السياسي بين الشمال والجنوب في إسرائيل، والذي أدى إلى تكوين مملكتين منفصلتين كانتا محوراً لتطورات لاحقة في التاريخ اليهودي. وتحدث الكتاب المقدس أيضاً عن الفترة التي أعقبت انفصال المملكة الشمالية عن المملكة الموحدة، حيث أظهرت الأحداث تقلبات سياسية وتأثيرات آشور على مصير إسرائيل. وفي ذروة سيطرة آشور على المنطقة خاضت المملكة الشمالية تجارباً قاسية بنهب دمشق وإسرائيل، وتحولت إلى كيان مستقل خاضع لآشور حتى حوالي 725 إلى 720 قبل الميلاد،
وتشير السجلات الدينية والتاريخية إلى أن بعض القبائل المفقودة نفيت إلى أراضي الميديين في إيران الحالية. والقرن السادس قبل الميلاد شهد ثلاث مرات هامة من السبي لليهود، حيث قام نبوخذ نصر ملك بابل بفرض سيطرته على مملكة يهوذا القديمة. وهذه الأحداث تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ اليهود، حيث أن السبي الأول قد وقع في عام 597 قبل الميلاد أثناء فترة حكم يهوياكين، حيث نهب جزءا من معبد القدس وتم أسر عددا كبير من المواطنين البارزين. وبعد حوالي 11 عاما اندلعت انتفاضة يهودية جديدة في عهد صدقية أدت إلى دمار المدينة وسبي آخر وهو السبي الثاني. وبعد 5 سنوات سجلت إرميا سبيا ثالثا، وفي عام 537 قبل الميلاد وبعد الإطاحة ببابل من قبل الإمبراطورية الأخمينية، أعطى الملك كورش الكبير لليهود إذنا بالعودة إلى أرضهم الأصلية. ويشير الكتاب المقدس إلى أن كورش أمر بإعادة بناء الهيكل الثاني في نفس المكان الذي كان فيه الهيكل الأول، ولكنه توفي قبل اكتمال البناء، مما أثار شكوكاً حول الأصل التاريخي لهذه المعلومة. ويزعم البروفيسور ليستر إل غرابي أنه لم يكن هناك مرسوم رسمي، بل كانت هناك سياسة تسمح للمنفيين بالعودة إلى أوطانهم وإعادة بناء معابدهم. ويشير إلى أن علم الآثار يشير إلى أن العودة كانت هزيلة وربما حدثت على مدى عقود، مما أدى إلى أن أقصى حد لعدد السكان ربما يصل إلى 30,000. ويشكل تاريخ اليهود في بابل فترة ممتدة تتأثر فيها الأحداث المحلية بالأحداث الإمبراطورية، ولكن يبدو أن الأمور لم تحظى بتسجيل كامل في المصادر اليهودية، ولا توجد أي إشارة في تلك المصادر إلى تأثير الباراثيين، ولا يظهر اسم بارثيا بين السطور اليهودية. وبعد غزو الجيش اليهودي للدولة البابلية انضم الملك السوري أنطيوخ سيدتس لمواجهة الباراثيين جنبا إلى جنب مع هيركانوس الأول في معركة الزاب العظيم، والتي جرت في عام 129 قبل الميلاد. وأمر الملك بتوقف إطلاق النار لمدة 2 يوم بسبب احترام يوم السبت اليهودي الذي أعيد احترامه حتى في أحلك الظروف. وفي عام 40 قبل الميلاد سقط الملك اليهودي هيركانوس الثاني على يد الباراثيين الذين قطعوا أذنيه لجعله غير صالحا للحكم. ورغم أن اليهود في بابل كانوا ينوون إقامة كهنوت أعلى للمنفي هيركانوس، إلا أن الأمور تطورت بشكل مفاجئ، حيث تم اختيار أنانيل يهودي بابلي كرئيسا للكهنة، مما يظهر احتراما كبيرا للجالية اليهودية في بابل. وتكمن تحديات اليهود في بابل تحت حكم الإمبراطورية الباراثية التي كانت تتميز بنظام محلي غير محكم، والذي أثر بشكل سلبي على الأمور الداخلية وتطور الإمبراطورية. وقد أظهر ظهور دولة يهودية في نهارديا أثار هذا النظام الضعيف. وكان اليهود في بابل يعتمدون على أرض إسرائيل والقدس بشكل خاص، وكانوا يخططون للسفر إليها للاحتفال بالأعياد. ومع ذلك برزت بابل كملاذا لليهود بعد سقوط القدس، وكانوا يعتمدون على الشرق، وخاصة بعد أن أدرك المدعي الروماني باترونيوس أهمية دعم اليهود في بابل. وفي بدايات القرن الثالث عادت التأثيرات الفارسية لتبرز من جديد، حيث قام أردشير الأول بالإطاحة بآخر ملوك الباراثيين وأسس سلالة الساسانيين. وعلى الرغم من التسامح الديني الذي كان يتمتع به الباراثيون، إلا أن الساسانيين عززوا الهوية الفارسية وأعادوا الزرادشتية كديانة رسمية، مما أدى إلى قمع الديانات الأخرى بما في ذلك اليهودية. وكان لصديق اليهود شابور الأول دورا هام في تخفيف قيود اليهود في الإمبراطورية الفارسية، وكانت الصداقة بينه وبين شاموئيل مفيدة للمجتمع اليهودي، وأعطت الجالية حرية نسبية وامتيازات. بالإضافة إلى ذلك ساهمت صداقته مع حاخام بابلي يدعى رابا في تخفيف القوانين القمعية ضد اليهود.
ورغم أن المسيحيين واليهود تعرضوا للاضطهاد في بعض الأحيان، إلا أن اليهود الذين عاشوا في مدن مثل أصفهان لم يتعرضوا لمستوى من الاضطهاد المشدد الذي تعرض له المسيحيون الأكثر عزلة. وفي القرن الخامس زادت حدة الاضطهاد ضد المسيحيين واليهود في فترة حكم يزدجرد الثاني. وفي زمن فتح العرب لبلاد فارس عانى اليهود تحت وطأة الضغط الشديد من الحكام الساسانيين، وتعرضت الشخصيات الدينية اليهودية للإعدام، وكان المجتمع اليهودي يتعرض لظروف قاسية. وبالتالي رحب العديد من اليهود بالجيوش العربية بذراع مفتوحة، راهنين على أن يحمل الفتح الإسلامي بشفافية فرصة للتحسن. وأحد الشهود على هذه اللحظة التاريخية أبو نعيم، والذي كان قد كتب في قصص أخبار أصفهان عن هجوم العرب على المدينة، وذكر أن اليهود أسروا إلى أبواب أصفهان بفرح، وكان بعضهم يحمل آلات موسيقية احتفالا بالحدث، وقد اعتبروا أن زمن المسيح قد حل. ويظهر هذا الحدث على حد قول أمنون نيتزر أن اليهود كانوا ربما يشكلون الغالبية في أصفهان في تلك الفترة. وبعد الفتح الإسلامي منح اليهود والمسيحيين والزرادشتيين مكانة كأهل الذمة الرعايا ذوي الحقوق المنخفضة في الدولة الإسلامية، وكان لهم الحق في ممارسة شعائر دينهم، ولكنهم كانوا ملزمين بدفع الجزية والرأسمال والضرائب الأخرى. ورغم أنه تم تخفيف بعض القيود أحياناً، إلا أن حالة عدم المساواة استمرت حتى الغزو المغولي. وفي عام 1255 شهدت بلاد فارس هجوم المغول بقيادة هولاكو خان، وفي عام 1257 سيطروا على بغداد، مما أسفر عن نهاية الخلافة العباسية، وقام المغول بتأسيس الدولة الآلي خانية في المنطقة، حيث ألغوا التمييز ضد الذميين وأعطوا حقوقا متساوية لجميع الأديان. وفي فترة حكم الإلخانات فإنهم عاملوا اليهود والمسيحيين على قدم المساواة في المناصب الإدارية، وعينوا سعد الدولة اليهودي وزيراً للحكومة. ولكن بعد وفاة أرغون خان في عام 1291 تدهورت أوضاع اليهود في بلاد فارس، وقتل سعد الدولة، وتعرضت الجالية اليهودية لفترة من الاضطهاد العنيف من قبل رجال الدين المسلمين. وفي عام 1295 اعتنق غازان خان الإسلام، مما أدى إلى تحول واضح في معاملة اليهود في بلاد فارس إلى الأسوأ، حيث هبطوا مرة أخرى إلى مرتبة أهل الذمة، وزاد الضغط على اليهود لاعتناق الإسلام، وكانت هناك حالات من التهميش والتخوف، وضغط أولغيتو خليفة غازان خان على بعض اليهود لاعتناق الإسلام، ومن بينهم كان راشد الدين حمداني الذي اعتنق الإسلام من أجل تعزيز مسيرته المهنية، ومع ذلك تم إعدامه في عام 1318. وشهدت الجالية اليهودية في بلاد فارس فترة أخرى من الاضطهاد العنيف. كما تفاقمت معاملة اليهود في بلاد فارس خلال عهد الصفويين الذين أعلنوا الإسلام الشيعي ديناً للدولة، وأعطى المذهب الشيعي أهمية كبيرة لقضايا الطهارة والوضوء، حيث اعتبر الشيعة غير المسلمين بما في ذلك اليهود نجسين، مما أدى إلى فرض قيود على الاتصال الجسدي بين المسلمين واليهود. وكان الحكام الفارسيين وكذلك العديد من السكان يسعون إلى تقليل الاتصال الجسدي بين المسلمين واليهود، ولم يسمح لليهود بدخول الحمامات العامة مع المسلمين أو حتى الخروج من المنزل تحت المطر أو الثلج، بسبب الاعتقاد السائد بأن بعض النجاسة يمكن أن تنتقل منهم إلى المسلمين. وكان يسمح لليهود بممارسة بعض المهن غير المحبذة فقط، فكانوا يقومون بأعمال قذرة من كل نوع، مثل الصباغة وأعمال التنظيف وتنظيف المجاري والمطربين والموسيقيين والراقصين وغيرهم. وفي عام 1905 كان العديد من يهود أصفهان يشاركون
يشاركون في تجارة الأفيون والتي كانت مربحة للغاية. وفي عهد الشاه عباس الأول منذ عام 1588 وحتى عام 1629، حيث كانت البداية جيدة وازدهر اليهود في بلاد فارس وتشجعوا حتى على الاستقرار في أصفهان التي أصبحت عاصمة جديدة. ومع ذلك في نهاية حكمه أصبحت معاملة اليهود أكثر قسوة، وفي عام 1956 تم طرد جميع اليهود من أصفهان بسبب الاعتقاد بنجاستهم وأجبروا على اعتناق الإسلام. وعندما اكتشفوا أن المتحولين لا يزالون يمارسون اليهودية في الخفاء، ونظراً لفقدان الجزية التي تجمع من اليهود، سمح لهم بالعودة إلى اليهودية في عام 1661، ولكن كان عليهم ارتداء رقعة مميزة على ملابسهم. وفي حكم نادر شاه منذ عام 1736 وحتى عام 1747، والذي كان زعيماً سنياً ظاهرياً، عاش اليهود فترة من التسامح النسبي، حيث سمح لهم بالاستقرار وتولي مناصب حساسة. وقام نادر بترجمة الكتب المقدسة اليهودية إلى الفارسية، وبرزت الجالية اليهودية في المشهد كلاعبين مهمين في مجال التجارة، حيث قاموا بتطوير العلاقات التجارية مع البريطانيين الذين اختاروا التعامل معهم. وبعد اغتيال نادر شاه في عام 1747، لجأت الجالية اليهودية إلى التجار البريطانيين والتركمان السنة للحصول على الدعم السياسي الذي أصبح ضرورياً. وفي هذا السياق أقام اليهود علاقات قوية مع البريطانيين، حيث قدموا لهم الدعم المصرفي والاستخباراتي الضروري. وكانت سلالة الزاند تمتلك علاقة معقدة مع المجتمع اليهودي، حيث كانوا يتمتعون بحماية من الشاه في شيراز. ولكن مع تغييرات في السلطة، خاصة بعد سيطرة قوات كريم خان على البصرة في عام 1773، تعرض العديد من اليهود للعنف والنهب، وكانت نساؤهم ضحية الاغتصاب. ويشير مستند بعنوان مخطوطة بلاد فارس للحاخام يعقوب إليشار إلى تحولات الوضع اليهودي في إيران، ويقارن بين حالتهم وحالة اليهود المحميين في الإمبراطورية العثمانية. ويجسد وصف مسافر هولندي لحياة اليهود في شيراز في زمن كريم خان صورة الفقر المدقع الذي عاشوه، حيث كانوا يسكنون في أحياء منفصلة. وفي أعقاب وفاة كريم خان، كتب الضابط البريطاني ويليام فرانكلين عن الوضع الصعب الذي عاشه اليهود، حيث كانوا مضطرين لدفع ضرائب باهظة وتقديم هدايا للحكومة، وكانوا معرضين للاعتداءات في الشوارع دون أن يجرؤ أحد على الشكوى. وانتهت سلالة الزاند بمقتل لطفي علي خان، وشهدت الفترة اللاحقة ظهور شخصية الحاج إبراهيم خان كلنتار، الذي شغل دوراً أساسياً في صعود أقا محمد خان قاجار إلى العرش. وعلى الرغم من التعاون الأولي بين اليهود والقاجاريين، إلا أن اليهود عانوا في النهاية تحت حكمهم، فقد كان القاجاريون وهم من المسلمين الشيعة يعيدون تطبيق العديد من القوانين الشيعية عادية لليهود. وفي منتصف القرن التاسع عشر رصدت حياة اليهود الفارسيين في إيران بوصفها تجربة قاسية ومليئة بالتمييز، وكانوا مجبرين على العيش في مناطق منفصلة بالمدن حيث اعتبروا نجسين، مما أدى إلى تعرضهم للمضايقات والاعتداءات، وكانوا يتعرضون للرشق بالحجارة والأوساخ عند دخولهم شوارع المسلمين. وفي تلك الفترة كانت التجارب الصعبة اليهود تمتد أيضاً إلى التعاملات التجارية، حيث كان يمنع عنهم تفتيش البضائع، وفي حال لامست أيديهم البضائع كانوا يضطرون لشرائها بأي ثمن يطلب دون خيار للتفاوض. وعلى الرغم من الجهود التي قام بها ناصر الدين شاه قاجار في عام 1873 لتحسين العلاقات مع الجالية اليهودية، كانت هناك مقاومة من جماهير المجتمع ورجال الدين الشيعة. حتى بعد تحسين بعض الظروف المعيشية وخفض الضرائب في عام 1876، واستمر التمييز والقمع، وكان اليهود معرضين للمقاضاة والظلم،
وعلى الرغم من الجهود الأخيرة في إلغاء ضريبة الجزية في عام 1881 بفضل تدخل السير ويليام تايلر تومسون، إلا أن التحسينات كانت محدودة في ظل التأثير الكبير للحكام المحليين ورجال الدين الشيعة. وكانت تجربة اليهود الفارسيين تختلف بشكل كبير حسب المنطقة التي يعيشون فيها، حيث تمثل الاختلافات الإقليمية في الوضع الاجتماعي والديني لليهود تحدياً بالنسبة لهم. ففي مدينة أصفهان، حيث يقدر عددهم بحوالي 3700، كان لليهود وضعاً نسبياً أفضل من غيرها من المناطق في بلاد فارس. ومع ذلك كانت هناك قيود صارمة على حقوقهم، حيث لم يسمح لهم بارتداء الكولا أو التاج الفارسي، وكانوا مقيدين في تأسيس متاجرهم في البازار. وفي مدن أخرى مثل طهران وكاشان، كانت الجالية اليهودية تتمتع بمكانة أدنى من أصفهان، ولكنها كانت أفضل بكثير من وضعهم في مدينة شيراز، حيث كانوا يعيشون في ظروف سيئة للغاية. أما في بوشهر، كان اليهود يتمتعون بالثراء ولم يعانوا من التضييق. وكان الرحالة الأوروبيون يشير في تقاريرهم إلى الكراهية التي تتجلى تجاه اليهود، وكانت الاعتداءات على اليهود في بعض الأحيان تتعلق بارتباطهم بالأجانب في تلك الفترة. ولجأ اليهود الإيرانيون إلى يهود الغرب للحصول على المساعدة، وفي عام 1840 تم إرسال ممثل يهودي من همدان للقاء يهود الغرب والتقاط شهادات عن الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له. ومع بداية القرن التاسع عشر، قامت الجالية اليهودية في إيران بمحاولات متكررة للتمسك بحقوقها وتحسين من وضعها. وقد اندلعت حوادث التحول الديني القسري والمذابح في بعض الأحيان بتحريض من رجال الدين الشيعة. ففي فترة حكم سلالة بهلوي في إيران، شهدت الحياة اليهودية تحسينات كبيرة نتيجة لإصلاحات تحديثية تم إجراؤها. وكان لهذه الإصلاحات تأثير كبير في تحسين وضع اليهود، وقودت نفوذ رجال الدين الشيعة، مما أدى إلى إلغاء القيود المفروضة على اليهود والأقليات الدينية الأخرى. وتم دمج اللغة العبرية الحديثة في مناهج المدارس اليهودية، وشهدت نشر الصحف اليهودية تطوراً. بالإضافة إلى ذلك، سمح لليهود بشغل وظائف حكومية، وتأسست أول صحيفة يهودية بعنوان شالوم في عام 1915. وكل هذه التغييرات أدت إلى تحول في ميزان القوى داخل المجتمع اليهودي من الشيوخ والحاخامات نحو الشباب. وقبلت هذه التطورات بتفاعل إيجابي من جانب الشباب اليهود، وأدت إلى انخراط أوسع في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية. وبالتزامن مع هذه التحولات أنشئت المنظمة الصهيونية في إيران، مما ساهم في تحريك السلطة نحو الشباب اليهود وتعزيز فهمهم للصهيونية كوسيلة لتحقيق التحرير. ومع ذلك كان هناك توتر بين قادة المجتمع اليهودي الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للصهيونية. وكانت هناك أيضا تحفظات من قبل رضا شاه حول العلاقات مع اليهود والتطورات الصهيونية. وفي ظل تصاعد التوترات العالمية، أظهر رضا شاه تحفظاته حيال اليهود، وكان يسعى إلى توحيد الجماعات العرقية المختلفة في إيران تحت راية القومية. ومع اقتراب فترة الحكم النازية في ألمانيا، زادت الاحتمالات لحدوث اضطهاد لليهود في إيران. وتبنى رضا شاه موقف تحالف مؤقت مع ألمانيا النازية، ولكن هذا التحالف أدى إلى تنامي التوترات داخل المجتمع اليهودي. وفي ظل تلك الظروف، هاجر العديد من اليهود إلى فلسطين. وتشير الوثائق إلى تزايد التأثير النازي في إيران، حيث بثت برامجاً إذاعية معادية لليهود باللغة الفارسية، وكانت تشجع على التعاون مع ألمانيا النازية. ومع اتساع نطاق السيطرة النازية، زادت التوترات في المجتمع اليهودي وخشي الاضطهاد المحتمل. وفي ظل تزايد معاداة السامية في إيران، انخرط العديد من اليهود في حزب تودة الشيوعي بهدف محاربة التمييز
الحيز العنصري، وكان لهذا الحزب دورا بارزا في القضاء على التمييز ضد اليهود، حيث أظهر استعدادا لاستقبالهم وتقديم الدعم. وفي رغبة من اليهود في محاربة التمييز والظروف الصعبة، انضم العديد منهم إلى حزب تودا، حيث شكلوا نسبة كبيرة من أعضائه، وكان الحزب الشيوعي الوحيد الذي قبل اليهود بأذرع مفتوحة، وكتب العديد من اليهود المشاركون في منشورات الحزب. وتدخلت منظمات يهودية أمريكية مثل لجنة التوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية لصالح اليهود في إيران، وقدمت التبرعات لدعم يهود إيران خلال فترة المجاعة الكبرى في عامي 1917 و1919، وساهمت في تخفيف الصعوبات التي واجهها اليهود في تلك الفترة. ومع إقامة دولة إسرائيل في عام 1948، زادت المشاعر المعادية لليهود في إيران. ورغم معارضة بعض السياسيين لإسرائيل، استمرت العلاقات التجارية بين إيران وإسرائيل. وخلال الفترة بين عامي 1948 و1953، هاجر حوالي ثلث اليهود الإيرانيين إلى إسرائيل، وكانت هذه الهجرة في ظل التوترات السياسية والاجتماعية. ومنذ بداية القرن العشرين، كان لدى اليهود في إيران معدلات أعلى بكثير من الإلمام بالقراءة والكتابة مقارنة بالجماهير المسلمة. وفي عام 1945، كان حوالي 80% من السكان اليهود قادرين على القراءة والكتابة، في حين كان لدى معظم المسلمين صعوبات في هذا الصدد. ومع مرور الوقت، انخرطت الأحداث السياسية في تجديد العلاقات بين الجماهير المسلمة واليهود. وفي حرب الأيام الستة عام 1967، خلقت التوترات بين العرب وإسرائيل بيئة متوترة لليهود في إيران، حيث أدت الأحداث إلى إغلاق المعابد اليهودية في بعض المدن خوفاً من هجمات المسلمين. وبعد عزل رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في عام 1953 خلال فترة حكم الشاه محمد رضا بهلوي، شهدت إيران فترة ازدهار للجالية اليهودية في السبعينيات بالذات، وكانت الجالية اليهودية تعيش أوقاتاً مليئة بالازدهار، حيث كانت نسبة الفقراء بينهم تقتصر على 10% فقط، في حين كان 80% منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، والباقي 10% كانوا من الطبقة الثرية. كما كان لليهود حصة كبيرة في القطاعات الأكاديمية والمؤسسات الطبية، حيث كانوا يشغلون مواقع رفيعة المستوى. ومع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في عام 1948، زادت المشاعر المعادية لليهود في إيران، وأثرت الأحداث على الجالية اليهودية. وفي فترة الثورة الإسلامية عام 1979، غادر العديد من اليهود البلاد بسبب التوترات السياسية والاجتماعية. وقبل الثورة الإسلامية كان هناك حوالي 80,000 يهوديا في إيران، ولكن خلال الثورة وبعدها غادر العديد منهم البلاد. وفي أواخر عام 1979، قدر عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد بين 50,000 و90,000 شخص. وخلال فترة الثورة الإيرانية، شهدت المشاركة اليهودية في الاحتجاجات والتظاهرات ضد نظام الشاه، وانضم العديد من اليهود الإيرانيين إلى صفوف الثوار من أجل التخلص من حكم الشاه وتحقيق تغييرات اجتماعية وسياسية. وكانت المشاركة اليهودية تعبيراً عن التضامن مع مطالب الشعب الإيراني بالحرية والعدالة الاجتماعية. وتظاهر نحو 7,000 يهودية خلال الاحتجاجات التي وقعت في صيف عام 1978، حيث تم الاحتجاج في إطار ذكرى عاشوراء، وشملت المشاركة زعماء دينيين يهود بارزين مثل يديديا شافت وأورييل ديفيدد وديفيد شافت ويوسف الحمدانية كوهين، حيث لعبوا دوراً فعالاً في تسهيل التعاون بين اليهود والثوار، وكان لديهم دور حيوي في إدارة التفاهم بين الطرفين ودعم الثورة والثوار. وأنشئت جمعية المثقفين اليهود الإيرانيين كجمعية تهدف إلى دعم الثورة، وكتبت مجلة تموز مقالات تدعم الثورة وتتناول قضايا
العدالة الاجتماعية والحرية، وكانت الجمعية تحاول دفع اليهود نحو المعتقدات الدينية التقليدية. وفي نوفمبر لعام 1978 التقى قادة الجالية اليهودية بآية الله طلقاني وأعلنوا دعمهم للثورة، ثم التقوا بالخاميني في باريس وأكدوا دعمهم للثورة والمشاركة في تحقيق أهدافها. وفي مارس لعام 1979 اعتقل الزعيم الفخري للجالية اليهودية في إيران بتهم مثل الفساد والاتصال بإسرائيل والصهيونية وتهم أخرى، وحكم عليه بالإعدام، وكان واحداً من 17 يهودياً إيرانياً تم إعدامهم بتهم جواسيس بعد الثورة. وتسببت هذه الحوادث في انتقادات دولية من قبل منظمات يهودية وشخصيات سياسية، بما في ذلك السناتور اليهودي جايكوب جافيتس الذي طالب بفرض عقوبات على إيران. وعلى الرغم من الأوضاع السياسية المتوترة، ذهب مجموعة من اليهود بقيادة ييديا شافت إلى قم للقاء آية الله الخميني، وأكد الخميني أنه يفرق بين الصهيونية واليهودية ورفض اعتبار جميع اليهود أعداء. ومع استمرار العلاقات المتوترة مع إسرائيل بقيت بعض العلاقات التجارية بين البلدين حتى بعد الثورة، وكان بيع النفط الإيراني صعباً بسبب العقوبات، ولكن رجل الأعمال الإسرائيلي مارك ريتش نجح في إقامة علاقات تجارية مع الحكومة الإيرانية، كما زعم أنه كان يصدر النفط الإيراني إلى إسرائيل بشكل سري عبر خط أنابيب سري، وقد تسببت أنشطته في إدانة دولية. وتشهد تقديرات عدد السكان اليهود في إيران تفاوتاً، ففي الثمانينيات وأواخرها كان عددهم يتراوح بين 20,000 إلى 30,000، وزاد في منتصف التسعينات إلى حوالي 35,000. ومع إحصاء عام 2012 إلى 2013 فيشير إلى أن عددهم الحالي حوالي 8,756، بينما تقدر المكتبة الافتراضية اليهودية بحوالي 8,300 في عام 2019. وتتباين آراء اليهود في إيران حيال وضعهم، حيث يظهر البعض تأييدهم للحكومة الإسلامية والمجتمع الإيراني، ومع ذلك يشتكي بعض اليهود من التمييز الاجتماعي أو البيروقراطي. وتظهر معضلة اليهود الإيرانيين في مواجهة الضغوط السياسية، حيث يلتزمون بالصمت أو ينكرون تماماً دعمهم لإسرائيل. وفي إطار التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، أعرب الحاخام الأكبر لليهود في إيران يهودا جيرمي عن مخاوف الجالية اليهودية من تعرض أفرادها لهجمات مسلحة، وهذه المخاوف تأتي نتيجة لتأثير الأوضاع السياسية والأمنية، خاصة في ظل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار جيرمي إلى أن أفراد الجالية اليهودية في إيران يجدون أنفسهم مضطرين إلى انتهاك بعض السلوكيات الخاصة بهم تجنباً للتصعيد مع بعض الجهات المتعصبة. ويعيش يهود إيران حياة صعبة، حيث يواجهون تحديات كبيرة تأتي من السلطات الإيرانية. والشخصيات اليهودية البارزة في إيران أبدت انتقادات واضحة تجاه الحكومة بسبب الأوضاع التي يمرون بها، ويحظر على اليهود دخول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعرض اتصالاتهم وتحركاتهم للمراقبة الأمنية. ويواجه اليهود في إيران تهديدات وقيود مستمرة، حيث يتم حرمانهم من العديد من المناصب العسكرية والإدارية العليا، ويتم كذلك تقييدهم في المشاركة في أي نشاطات ذات صلة بالأمن القومي للبلاد، مثل الإشراف على البرنامج النووي الإيراني. وفي ختام رحلتنا لاستكشاف تاريخ اليهود في إيران والتوترات السياسية التي شابت علاقتهم مع السلطات والمجتمع، نجد أن الجالية قد مرت بمراحل تاريخية معقدة ومتنوعة، وتتنوع تجاربهم بين فترات من الازدهار والتأثير الثقافي وفترات أخرى من التحديات والتوترات.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا المشوقة حول تاريخ اليهود في إيران، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالرحلة معنا، ونحن دائما هنا لنشارككم أحداثا مثيرة وتاريخا غنيا، فلا تفوتوا فرصة متابعة كل جديد، فقط قوموا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في وثائقي آخر.